نسمي بالله ونصلي على الحبيب. تعالى اقولك على وصفة من مطبخي حلوة قوي وان شاء الله تعجبك. انا على طول بعملها في البيت وبحطها في التلاجة، ما بستغناش عنها بصراحة، حلوة جدا وسهلة وموفرة. هتجربي وهتقولي لي. تعالي نقول المكونات مع بعض. هنجيب بصل اخضر، 3 4 معالق خل، 5 طماطمات، 4 معالق زيت، خيار خيارتين كده كفاية، معلقتين طحينة، شوية فلفل بقى براحتك، فلفل حامي أخضر، رومي عادي حسب ما ولادك بيحبوا، اللانشون مقطعين، كل ده كله كده مكعبات. علبة جبنة فيتا اللي هي الربع دي نحطها وننزل عليها بالزيت والحاجات السايلة الأول، والطحينة معلقتين طحينة كبار ماشي، وكان عندي انا مايونيز معلقتين كده حطيتهم، مش لازم يعني، مش حاجة اساسية في الطبق، ونص معلقة ملح لان الخضار هيخلي الجبنة عدمة قوي، 4 معالق الخل. الوصفة الطحينة هتخلي الجبنة تتقل فلازم نحط مية، هنحط معلقتين معلقتين، منزودش المية عشان ما نعص نحط جبنة تاني، فاهماني؟ لا نزود بشويش لغاية ما نحس ان سمكها بقى حلو. هوريكي دلوقتي هي بتبقى عاملة ازاي، لان الطحينة بتتقل كل ما بتقلبي الطحينة بتتقلها اهو. بحط شوية صغيرين خالص مية لغاية ما تشوفي السمك بتاعها حلوة جدا وكريمي كده وناعمة جميلة بصراحة يعني. اهي شايفة، شايفة عاملة ازاي، بتقلبيها كتير شوية. ننزل بالخضار بقى كله، الفلفل والخيار والطماطم والبصل الاخضر، حلو قوي البصل الاخضر. ما عندكيش بصل اخضر حطي بصل احمر خلاص، مفيش مشكلة يعني، مفيش حاجة تقف قدامنا. وادي اللانشون، مش عايزين لانشون برضو بلاش، انت فاهماني انا ساعات بعملها من غير لانشون يعني، ادام موجود عندي بحط، مش موجود خلاص. نقلب كده عشان المكونات تدخل كلها في بعض، بحطها في علبة وبحطها في التلاجة، ما بسيبهاش كده يعني من غير غطا، لا لازم احطها في علبة واقفل عليها، ولما عاوز اطلع بالمعلقة. بتوفر وبتريح الولاد، عايزين ياكلوا جعانين بالليل وانا نايمة انا مش موجودة، سندوتش وخلاص ياكلوه خلاص، يصبرهم فاهماني. مع الفطار بقى لما تعملي بقى صينية فطار حلوة كده، طبق من جبنة دي مع شوية بطاطس مقلية مع بيض مقلي، بيض مسلوق، شوية طبق فول حلو كده بالزيت والليمون، يا سلام. اهي انا حطيت شوية شطة بس على الطبق بتاعي لان ولادي ما بيحبوش الشطة، وهتعجبكم ان شاء الله. وبالف هنا، ما ننساش نصلي على الحبيب.